بتتكلم على رابشر للبارينكيميتس اورجان. ورابشر للبارينكيميتس اورجان دي هنشوف منها ثلاث موضوعات تقريبا في الجراحة عندنا. يعني مثلا رابشر كيدني، في رابشر ليفر، في رابشر سبلين. هنلاحظ الشبه بينهم واضح جدا بين الرابشر في البارينكيميتس اورجان. طب هو الرابشر كيدني دي لو جيت سألت طالب ايه انواع، ايه ترتيبها في المنهج دي؟ اكتر اورجان بيتعور في بطن البني ادم السبلين، هو ده الاول على الدفعه. تاني اورجان بيتعور في بطن البني ادم هو الليفر. الرابشر كيدني هو تالت بارينكيميتس اورجان بيتعور. الترتيب كده بقى، السبلين اكتر حاجه، وبعدين الليفر، وبعدين الكيدني. السؤال الجاي، طبيعي انواع التروما زيها زي المنهج كله عندنا نوع التروما اوبن وكلوزد واياتروجينيك. اوبن ده ولاد يعني ستاب وند دان شوت. كلوزد دي اللي هي زي كيب رفصه فول فروم هايت، حد كيب حادثه رفصه، فعامل بره سليم لكن من جوه متعور. او ياتروجينيك ده راح شغال مثلا متعور. طيب يعني انواع التروما اوبن وكلوزد وياتروجين. امال ايه انواع الباثولوجيكال انجريز لبارينكيميتس اورجان؟ نبص على الرسومات. ممكن تكون سب كابسولار هيماتوما زي ما انتم شايفين، ممكن يكون سوبرفيشال تير زي ما انتم شايفين كده، ممكن يكون ديب تير يعني التير عند البلفيس اوف ذا كيدني زي ما انتم شايفين كده، ممكن يكون سوبرفيشال تير وديب تير مع بعض. هنقول عليها كومبليت تير يعني عند الكبسوله عند البلفيس، هنقول عليها كومبليت تير كده اولاد البلفيس اوف ذا كيدني واصل بالاكستيريور بره الكبسوله، كان عامل نفروستومي، كان عامل نفروستومي. ممكن يبقى افالجا لجزء من الكيدني زي ما انتم شايفين، ممكن افالجا للكيدني كلها خطرت. خلي بالكم ان انواع الباثولوجيكال انجريز دي هي اللي هتبقى في رابشر كيدني زي رابشر ليفر زي رابشر سبين. السؤال الجاي، طيب البلود فيسلز بتاعت الكيدني ممكن تتعور؟ ودي خدناها في البصل. يعني الأرتري لو تعور ممكن يخر دم ويعمل هيماتوما، والهيماتوما تبقى اورجانيزد فايبروزيس زي ما انتم شايفين كده، وبعدين مع الضغط العالي تبقى ريكارنلايزد وتعمل حاجه اسمها فولس انيرزم. ليه قالوا عليه فولس؟ لان الجدار بتاعه فايبروس تيشو. قالوا عليه فولس انيرزم لان الجدار بتاعه فايبروس تيشو. طبعا ممكن حاجه تانية خالص، ممكن الارتري يتعور والفين يتعور. فلما الارتري والفين الاثنين يتعوروا مع بعض كده يبقى فيهم هيماتوما، بينهم هيماتوما زي ما انتم شايفين كده، يوم الهيماتوما تو بي اورجانيزد وتعمل ارتريو فينس فيست. طبعا ممكن يتعور اليورتر. هو دي الجوانب اللي ممكن نشوفها في الباثولوجي بتاع رابشر كده. السؤال الجاي، طب هو لو واحد جاله رابشر كيدني ايه الكوميونيكيشن اللي ممكن يتعرض لها؟ شوك طبعا، يعني واحد مضغوط في بطنه بيخر الدم اول حاجه شوك. تاني حاجه رينال فيلير لو كانت الاولي فانكشن كيدني، يعني لو العند عنده كلى واحده بس اللي شغاله والتانيه بايظه وبعدين اتخبط فيها اتعورت هي كمان، فممكن يجي له رينال فيلير لان دي انجري of the only function كيدني. طبعا ممكن هيماتوريا، ممكن انفكشن بعد كده. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع رابشر كيدني؟ بص انا عايز تفهم الكلينيكال بيكتشر بتاع التروماتولوجي لازم تفهم ان دي غالبا حادثه في الشارع.
انت لو واقف في الشارع كده بتتفرج على ربشه كيمي، ايه الاحداث اللي هتحصل قدامك؟ هتلاقي فجاه عربيه بتفرج، واحد اتخبط بالعربيه وقع على الارض، فانت بعدين هيطلع السواق يسأل الراجل الورق ده مالك؟ هيقول له بطني 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 بتوجعني، فانت هتحط الورق اللي معاك بعد الترومك الدومينال دي، فالراجل هياخد العيان ده يوديه المستشفى. اول ما يوديه المستشفى مين بيقابله في الاستقبال؟ انت. فلما اقول لك ده حادثه عربيه، فانت اول حاجه هتعملها ايه؟ هتفايتل، ممكن عين بقى شرط، لان العيان لما بيتخبط وينزف ممكن يبقى شرط. فدي حاجه نقول عليها بالانجليزي جنرال اكزامينشن، يعني هيستروما ابدومينال بين، وبعد كده جنرال اكزامينشن ممكن يبقى شرط. طب بعد كده انت هتعمل ايه؟ هتكشف على بطن. ازاي الانسان بيكشف على بطن اخيه الانسان؟ انسبكشن، مالبيشن، نقشن، سكالتيشن، بيض. عندنا قواعد حفظناها في الطب، دم جوه البريتون زي باص جوه البريتون. يعني الدم جوه البريتون اريتنت للبريتون زي الباص جوه البريتون، ما هو اريتنت للبريتون. فانا لو بصيت على بطن العيان هلاقي ايكموزيس وبروزيس مكان الخبطه. يعني ايه مكان الخبطه؟ يعني ظهره هنا. خلي بالكم في الرابشر سبرين هيبقى الخبطه هنا، في الرابشر كدني هيبقى الخبطه هنا، في الرابشر ليفر هيبقى الخبطه هنا. يعني مكان الايكوموزيس والبروزيس اللي عنده بتعرفني تقريبا انه اورجن اللي اتعور. وبعدين كمان باي انسبكشن هلاقي البطن ما بتتحركش مع النفس. يقولوا عليه يا اولاد ليميتد موبيليتي ويز ريسبيريشن، اللي احنا بنقول عليها ريجيديتي. limited mobility with respiration اللي احنا بنقول عليها rigidity. طب بعد الانسبكشن هنعمل بالبيشن. تعرفين طبعا بالبيشن سوبرفيشال بالبيشن ودي بالبيشن. وصلت لو جيت اعمل سوبرفيشال بالبيشن، كل ما اتك على بطن العيان كل ما اتك على بطن العيان يوم العيان حاسس انه هيتوجع، يوم يشد بطنه وتعبيرات وشه تتغير كده كانه بيحاول يحمي بطنه من ايدي عشان ما اتكش عليه. يقولوا عليها جاردين، يعني الريجيديتي تتشاف لكن الجاردين تتحس بالسوبرفيشال نظر. طبعا انت عارفين جارد يعني حارس، جارد يعني حارس، عشان كده اسمها عشان هو قاعد بيحرس بطنه مني، عشان كده الاولاد يقولوا عليها جاردين. ودي مختلفه عن كلمه جاردنينج، جاردنينج اللي انتوا بتقولوها ساعات دي يعني جنينه، ها اسمها جاردين. امال يعني ايه ريجيديتي؟ يعني ابص على بطنه كده ما بتتحركش مع النفس، دي بتتشاف يعني الريجيديتي بتتشاف، لكن الجاردنج بيتحس. طب دي بالبيشن الاقي تندرنس وريباوند تندرنس، يعني اتك على بطنه يقول اي، ارفع ايدي يقول اي. خلي بالكوا باص جوه البريتون زي بلاد جوه البريتون، يعمل تندرنس وريباوند تندرنس مع رفعت ايدي. بالكشر هلاقي شيفتنج دايمس، لان لو في كونسيدرابل اماونت اوف بلاد في البريتون هلاقي شيفتنج دايمس. خلي بالكوا البطن ما بتفهمش، انت اللي بتفهم. مودريت اماونت اوف اسايتس يعمل شيفتنج دايمس، مودريت اماونت اوف بلاد يعمل شيفتنج دايمس، مودريت اماونت اوف باس يعمل شيفتنج دايمس. مالها لما طبعت الفلويد اللي جوه؟ طالما في مودريت اماونت اوف فلويد جوه البط احنا شفت كده. طبعا البلاد زي البص يقلل الانتستاينال موتيليتي، فلو حطيت السماعه على بطن العيان هلاقي ديمينيج الانتستاينال موتيليتي. طب لو عملت دي ار هلاقي فولنس في الدوجلاس باوش او ريبتو فازايكال باوش. خلي بالكم الدوجلاس باوش وريبتو فازايكال باوش دي بيلا، فلما بعمل دي ار بلاقيهم مليانين فلويد بغض النظر عن طبيعته، برضه بلاد او باص او اسايتس اي حاجه فيهم تعمل فولنس في الدوجلاس باوش. نقول كده اولاد اللوكال اكزامينشن تاني، باي انسبكشن ريجيديتي، سوبرفيشال بالبيشن جاردنج،
debulbation, tenderness, or rebound tenderness. Percussion, shifting rhythms. Auscultation, diminished intestinal sound. BR, حلاقي ثنس في الدبلس باوش او الريبتو بازايكال باوش. طبعا احنا كده قلنا رابشر كدني او رابشر سبرين او رابشر ليفر، هو على فكره كله زي بعضه. دم جوه البرتو، الفرق هيبقى في مكان الايكيموزيس والبروزيس. وفرق تاني جوهري ان احيانا مش كل الحالات رابشر كدني مع هيماتوريا. يعني لو ديب تير او كومبليت تير ممكن يعمل هيماتوريا. الهيموريدج في رابشر كدني لو حبينا نعمل انفستيجيشن نشوف الهيموريدج جوه البطن، فهو اسهل حاجه موجوده الالترا ساوند. هتقول لك ان في فلويد جوه البطن وان الفلويد ده طبعته بلاد، لو عملت باراسينتيزيس او اسبيريشن هلاقي ان طبيعه الفلويد اللي جوه البطن بلاد. طب السؤال الجاي، ممكن سي تي سكان؟ اه ده سي تي سكان اظبط. يعني سي تي سكان هو الاظبط من الالترا ساوند، ولكن الالترا ساوند وايد يوزد. لو الالترا ساوند ما ادانيش الدياجنوست اللي انا عايزه طبعا السي تي سكان هو الافضل. امال زمان قبل ما يبقى عندهم الترا ساوند وسي تي سكان كانوا بيعرفوا ازاي رابشر كدني؟ بالاكس راي، ما هي دي اللي عندهم. كانوا بيعملوا اكس راي يلاقوا فراكشر ريب ويلاقوا البطن مليانه دم كده ولاد مغبشه، حائط بطن لونها مغبش ابيض كده، يقولوا عليها جراوند جلاس ابييرنس. بصوا لهذا المنظر في الاكس راي. لكن الاكس راي لغايه النهارده فيها ميزه ما نقدرش ننكرها، ان ساعات يبقى معاها اسوشيتد نيوموثوركس او فيموثوركس. خلي بالكم ان الكدني ريليتد للضلع 11 و12، يعني الكلى الشمال اعلى شويه من الكلى اليمين، فتبقى ريليتد للضلع 11 و12. الكلى اليمين واطيه سنه عشان الليفر بيزقها، فريليتد للضلع رقم 12. الفراكشر في اللور ريبس ممكن يعمل هيموثوركس او نيوموثوركس. فمع رابشر كدني we cannot omit the possibility of intrathoracic injury. ودي ميزة جميلة في الشيست اكس راي طبعا. او في الاكس راي ابدومين يعني. طب هو كانوا بيعملوا ايه تاني غير برين اكس راي؟ يعملوا انجيوغرافي. ويشوفوا الصبغة بقى وهي ماشية جوه الكدني وبعدين طلع بره الكدني. عامله حاجه اسمها اكسترافازيشن. يمكن ممكن نعملها اليومين دول، بس نعملها بقى بقصد ايه؟ ان لو تير صغير اعمل سيليكون بولز او جيل فوم مع الانجل. اعمل سيليكون بولز او جيل فوم فوقف البليد. يعني احنا لغايه النهارده ممكن نعمل انجل ونشوف الحته اللي مقطوعه اللي بتدخل الدم واقفل البلاد فيسل بجيل فوم او سيليكون بولز تبطل تخرج. طب كانوا بيعملوا ايه تاني بالبلين اكس راي او انجيو؟ اي بي يو. اللي هي البلفس اوف ذا كيدني وهو مليان صبغه، بدات الصبغه تخرج بره البلفس اوف ذا كيدني، تخرج بره. بص على هذا المنظر. بص على الفيلم. هتشوفوا دلوقتي بقى فيلم 3 دي للرابشر كيدني. شايفين الصبغه طالعه بره ازاي؟ شوف بقى رد لما نحولها ابيض واسود. طب واحنا هنعمل اي دي يو لغايه النهارده عشان نشخص رابشر كدني؟ لا طبعا. ده طبعا الالترا ساوند والسي تي سكان اظبط. لكن احنا بنعملها عشان نطمن على ان الكلى الثانيه سليمه قبل ما اشتغل على الكلى اللي مصابه. يقول لك احنا الاي دي يو دي احيانا ممكن نبص لها على انها ميديكو ليجال امبورتنس،
عشان اطمن على ان الكلى الثانيه سليمه قبل ما ابدا اشتغل على الكلى المصابه. السؤال الجاي، طب ازاي نعالج عيان عنده ابشر كبدي؟ طبعا عيان الترماتولوجي بصفه عامه احنا بنبدا بحاجه اسمها اي بي سي دي. في قهوه في امريكا اسمها اطلس اللي هي ادفانسد تروما لايف سبورت. الدكاتره اللي هناك عملوا سيستم كده للتعامل مع الترماتولوجي، ولحسن الحظ طلع السيستم ده سيمبل قوي بسيط اللي هو اي بي سي دي. يعني العيان لازم نطمن على الايروي بتاعه، نطمن الايروي سليم، وبعدين نبص على صدره، اطمن ان صدره بيتحرك حلو مع النفس، بيقولوا عليها البريزنج. بعدين لو في حاجه بتنزف اعمل لها كومبريشن، بيقولوا عليها سيركيليشن. وبعدين دي اللي هي الدراجز، يعني لو العيان بتعور جامد وعنده نيروجينيك شوك نديله امبول مورفين ولا حاجه بالنسبه له في اللحظه دي بيبقى لايف سيفنج عشان النيروجينيك شوك. طب بعد الاي بي سي دي بيروح المستشفى، للمستشفى يعملوا له اي بي سي دي تاني، وبعدين يعملوا حاجه اسمها سكند سيرفي. يعني ايه يا اولاد سكند سيرفي؟ يعني افحصه من ساسه لراسه واحدد الليجنز اللي موجوده عنده كلها. موضوع النهارده الربشه كده، يعني هو بقى انا عنده ربشه كده انا هعمل ايه؟ هعمل له ريسستيشن واكسبيريشن. خلي بالكوا ان العلاج ينقسم شقين، شق بولي تروماتايز ديبيشن عادي زي بولي تروماتايز ديبيشن، ربشه كيني، ربشه ليفر، ربشه سبرين. اي بولي تروماتايز ديبيشن انت ولاد في حادثه بنعمله الاي بي سي دي ده، وبنعمله الاي بي سي دي ده مرتين، مره في مكان الحادثه ومره لما يروح المستشفى. طب وبعد الاي بي سي دي اللي بيقول عليها برايفري سيرفي بنعمله تاني حاجة اللي هو السكند سيرفي. ايه السكند سيرفي ده؟ سيرفي ده يعني بفحصه كله على بعضه من ساسه لراسه وحدد الليجنز اللي عنده. انا عندي دلوقتي بقى البرايورتي في موضوعي دلوقتي الابشر كده. هعمل ايه؟ هعمله ريسسيتيشن وافتحه. هلاقي البط مليانة دم. هعمل لها بريتونيال تويلت. وبعدين لو حته من الكمين يعني متعوره كده صغيره ممكن بالخطا بحاجه اسمها ماتريس سوتشر. يعني بجي على الحته المتعوره الصغيره دي احشاء ومنطب وخياطها غرز كده ولاد يقولوا عليها ماتريس سوتشر، لانها غرز شبه حرف اليو. عارف المكتبه؟ مش المكتبه فيها غرز كده بتعمل دمدم؟ هي دي الماتريس سوتشر، عامله زي اليو كده، وبنحط في الجرح اومنتم بعدين نقوم خياطينها يقول عليها ماتريس سوتشر زي ما انتم شايفين كده. طب لو حته من كيدني متهربده شيلها. طب لو كومبليت تير وصل لغايه البلفس وصل هذا المنظر هنحط نفروستومي تيوب ونقفل عليه كاني عامل له نفروستومي لغايه ما الكونديشن بتاعت العين تبقى ستيبل، وبعدين اشد النفروستوم تيوب تنتهي النفروس. بص عليها كده بقى، بص لو الكلى كلها بايظه ومتهربده شيلها بروفايدد ان الكلى الثانيه سليمه. فاضل بقى حته صغيره كده يقول لك طب لو التروما صغيره فعملة هيماتومة صغيرة ريتروبروتينيال. يعني ايه؟ يعني العين كلينيكالي كويس وبطنه كويسة. لو العيان كلينيكالي كويس وبطنه كويسة لأن التير صغير في الريتروبروتينيال تيشو كونزرف. بس في المستشفى العين اتحط الأندر أوبزرفيشن في المستشفى. سو أز لونج إن العين بيتحسن أوبزرف. فين دلوقتي اللي عندي تريريتنج اكسبلور البطن على طول. بص انا بس عشان اعمل الكونزرفتيف تريتمنت ده عايز ثلاث شروط، ثلاث شروط. بلانت ابدومينال انجري، عيان كويس، بطنه كويسه. اذا اجتمعت الثلاث شروط دي ممكن اجرب الكونزرفتيف تريتمنت.
بلانت ابدومينال تروما مش ستاب ووند. الكلام واضح؟ بلانت ابدومينال تروما مش ستاب ووند. لو ستاب ووند بنتريتنج لازم تكسر له الابدوم. بلانت ابدومينال تروما العيان جنرال كونديشن كويسه وبطنه كويسه. اذا اجتمع التريات ده انا ممكن اجرب امشي بالبوليسي بتاع كونزرفاتيف تريتمنت. كده يبقى احنا القينا الضوء على موضوع الربشه كده. دلوقتي يا جماعه احنا هنتكلم على موضوع اللي هو رابشر بلادر. رابشر بلادر دي عشان خاطر نفهمها لازم نفهم في الاول جزئيه اناتومي. ايه الاناتومي بتاع اليورينري بلادر وعلاقته بالبريتنج؟ زي ما انتم شايفين كده على الرسمه اليورينري بلادر الروف بتاعها متغطي بالبريتون، لكن بقيه اليورينري بلادر ما عليهاش بريتون. وعلى فكرة الحكاية دي مختلفة من الميل عن الفيميل. يعني مثلا الميل الروف وجزء من البوستيريور وول متغطي بيوريتور وبعد كده يبقى ريفلكتد على الريكتم عشان يعمل ريكتو فازايكال باوش. طبعا الرسمة باينة اهو، شايفين السهم اللي ماشي على الرسمة؟ السهم اللي ماشي على الرسمة مبين لكم ان البريتون مغطي الروف بتاع اليورينري بلادر وعامل الريكتو فازايكال باوش. وده عكس الفيميل. الفيميل الروف متغطي بريتون وبعدين ريفلكتد على اليوترس، وده باين من هنا. يعني الفيميل ما عندهاش ريكتو فازايكال باوش، الفيميل عندها حاجه اسمها دوبلاس باوش. طبعا الاسهم موضحه لكم. على اي حال من الاحوال اليورينري بلادر الروف بتاعها متغطي بريتون. اليورينري بلادر لو فرقعت لفوق تعمل حاجه اسمها انترا بروتونيال رابشر بلادر، لكن لو فرقعت من على الانتيرور وول تعمل حاجه اسمها اكسترا بروتونيال رابشر بلادر. يبقى المعلومه المهمه في الاناتومي ان في جزء من اليورينري بلادر متغطي بالبريتون، وان الجزء ده اللي هو الروف، وان لو اليورينري بلادر فرقعت لفوق تعمل انترا بروتونيال رابشر بلادر، لو اليورينري بلادر فرقعت لقدام تعمل اكسترا بروتونيال رابشر بلادر. السؤال الجاي، طيب امتى يحصل انترا بروتونيال رابشر بلادر وامتى يحصل اكسترا بروتونيال رابشر بلادر؟ اليورينري بلادر بتاعتنا لما بتتملي كده بتبقى شبه البالونه. لو حد شاف بالونه منفوخه على الاخر، لو البالونه ساعات لما تتنفخ على الاخر يبقى فيها حته رفيعه كده يقولوا عليها عين، بالبلدي عندنا يقولوا عليها عين. العين دي حته بتبقى رقيقه، لو البالونه ناويه تفرقع هتفرقع في الحته دي، لان الحته دي تعتبر منطقه ضعف. فلو البالونه ناويه تفرقع هتفرقع في الحته دي. اليورينري بلادر بتاعتها لما بتتملي برضو تبقى زي البالونه كده، فيها حته تعتبر منطقه ضعف اللي هي في الروف، بين الوصله بين الروف والبوستيريور بارت، هي دي اضعف حته في اليورينري بلادر. فلو اليورينري بلادر مليانه بول على الاخر الحته دي تعتبر منطقه ضعف. عشان كده الانترا بروتونيال رابشر بلادر بيحصل، بصوا بقى يا اولاد، واحد راجل. ليه؟ لان الرجاله السفنكترز بتاعتها جامده، فالراجل يقدر يحبس بول اكتر من الست. يعني الراجل لو اتحزق بول ممكن يطنش، يفضل مش فاضي يخش الحمام من الظهر لغايه بالليل، على بالليل بقى على بال ما يخش الحمام، ولكن كل ده عمال يحوش بول. الست لا، السفنكتر بتاعها ضعيف ما تتحملش، لو اتحزقت هتعمل بول لازم، لان السفنكتر ضعيف. ولان الراجل يقدر يحبس بول فالميرانا بلادر بتاعت الراجل هي اللي ممكن تبقى مليانه بول قوي كده على الاخر. لو في راجل محزوق على الاخر واليورينري بلادر بتاعته مليانه بول على الاخر،
وبعدين خدت روما في اللور ابدومين، اليورال بلادر هتفرقع زي البالونه لما تفرقع من عند العين، واليورين هيخش جوه البريتونيوم. سناخد بالنا بقى اليورين لما هيخش جوه البريتونيوم، اليورين اصلا سترايب اسيت، عشان كده بيعمل اول كيميكال بريتونايتس ويقعد فترة كده لغاية ما يعمل ديلي سيبتك بريتونايتس بقى بعد كده، لكن هيبقى جنرالايز بريتونايتس. يعني الانترا بريتونيال رابشر بلادر هيعمل جنرالايز بريتونايتس. طب هو العين ده لو جيت افحصه كلينيكال بيكتشر هلاقي ايه؟ هلاقي هيستوري اوف تروما، ان واحد كان محزوق كان محزوق وبيعدي الشارع وهو محزوق، ده مثلا راح الحمام وبعدين قابلته عربيه هتخبطها، لما اتخبط هو محسوب كده اليورال بلادر فقعت في الحته اللي بين الروف والبستير رول، ده اضعف نقطه، فطلع اليورين في البنتون، فطبعا عم بعد ما يتخبط هيقع في الشارع، حاول يدين اي بطني اي بطني، فالسواق هيطلع يساله مالك، هقول له بطني، فهياخده يوديه الاستقبال، هيقابله الدكتور في الاستقبال يفايتال، ممكن يطلع شوك على الاقل نيوروجينيك شوك، ما كانش حاجه نيوروجينيك شوك، بعدين يبدا يفحص بطنه، كلنا عارفين طبعا فحص بطنه بتتفحص ازاي، انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن بي ار، طبعا دي سيرجيكال ابدومن دي بريتونايتس، يعني بالانسبكشن ريجيديتي جنرالايز، سوبرفيشال بالبيشن جاردي جنرالايز، ديب بالبيشن تندرنس وريباوند تندرنس، اوفر ذا ابدومن بركشن شيفتنج دامس لان البطن مليانه فلويد، اوسكالتيشن ديمينيشد انتستاينال ساوند، عشان التوكسيك افكت بتاع اليورين على الالبر بلكسس تبدا الانتستاينال ساوند تقل، بي ار هلاقي فولنس في الدوجلاس باوش او ريبتو فازايكال باوش، لان الدوجلاس باوش او ريبتو فازايكال باوش هو الموست ديبندنت بارت، فلو في فلويد فري فلويد في البريتون بينزل، سواء بقى كان يورين او اسايتس او بلاد، طبعا احنا عارفين قاعده باص جوه البريتون زي بلاد جوه البريتون، زي سواب بيكون سيرجيكال ابدومين، يبقى اللوكال اكزامينشن هلاقي كيموزيس وبروزيس مكان الخبطه في اللور ابدومين، والاقي بقى الكلينيكال بيكتشر بتاع الجنرالايزد بريتونايتس. طيب العيان ده لو سالته انت كنت رايح فين؟ هقول لك كنت رايح الحمام البول. لو سالته طب تحب اوديك الحمام البول؟ هقول لك لا خلاص الديزاير راحت، خلاص هو مش عايز يروح الحمام البول دلوقتي. طيب انا دلوقتي واحد كان محزوق وبعدين معدي الشارع اتخبط بعربيه في اللور ابدومن وبعدين جاله بريتونايتس والحزقه اللي عنده راحت، انا دلوقتي كلينيكالي سسبكتنج انتر بريتونيال رابشر بلاد، اقوم اعمل انفستيجيشن ايه عشان اتاكد؟ هعمل الترا ساوند هلاقي فري فلويد في البلتون، ولو شفطت الفري فلويد ده هلاقي يورين او باص تبع الستيج، احنا في مرحله يعني ممكن ادخل قسطره من اليوريثرا، هلاقي القسطره من اليوريثرا داخله بسهوله قوي بسهوله قوي لغايه اليورين بلادر، ولو حقنت صبغه فيها هلاقي الصبغه طلع من اليورين بلادر لفوق في البريتون. نبص كده اولاد على الاستندنج سيستوجرافي، شايفينها؟ شايفين اليورين بلادر الروف بتاعها متعور والصبغه طالعه لفوق في البريتون؟ طبعا دي بيقولوا عليها ascending cystography مبينة الرابشر بلادر، يعني ممكن نعرفها بالترا ساوند او ascending cystography. طب هو العين اللي عنده رابشر بلادر ده هنعالجه ازاي؟ طبعا ده عين emergency وتروما، يعني هبدأ بإي بي سي دي وبعدين اعمل برايمري سيرفي تاني لما يوصل المستشفى، وبعدين اخش على السكند سيرفي وافحصه من ساسه لراسه، يعني زيه زي ايه عند تروماتولوجي زي اي بولي تروماتايز بيشن، وبعدين في الاخر هفتحه ميد لاين انسيشن، هلاقي البريتون مليان يورين او باص تبع المرحله اللي احنا فيها، فهنعمل بريتونيال تويلت.
وبعدين نقفل اليورينال بلادر سنجل لاير واحط درينز في البطن. لكن اخد بالنا من حاجه، انا مش عايز اليورينال بلادر تتنفخ لمده 5 ايام عشان الغرز ما تفتحش. لو الغرز فتحت اليورين ممكن يخرج منها، عشان كده بنحط قسطره فولي في اليورينال بلادر. يوم لما نحط قسطره فولي في اليورينال بلادر، يوم القسطره الفولي دي تجيب البول على بره، يوم اليورينال بلادر 5 ايام ما تتنفخش لغايه ما السوتشر لاين تلعب. وكأن عايز اقول ان الانترا بريتونيال رابشر بلادر ده عباره عن موضوع بريتونيتس، وان الانترا بريتونيال رابشر بلادر ده واحد كان محزوق، واحد راجل كان محزوق، خد تروما في اللور ابدومين. وكأن الكي بوينتس بتاعتي في الموضوع حاجتين، انه كان راجل محزوق ومعدي الشارع واتخبط في اللور ابدومين، ادي اول نقطه في الكي بوينت. تاني نقطة في الكي بوينت ان الموضوع لما اليورين بيطلع بره بيبقى بريتونايتس، صحيح بيبقى الاول كيميكال بعد كده يبقى سيبتك، لا ديليت سيبتك بريتونايتس يعني، انما بريتونايتس. امال الاكسترا بريتونيال رابشر بلادر ده عباره عن ايه؟ الاكسترا بريتونيال رابشر بلادر دلوقتي هكلمكم عن موضوع فراكشر بلبس. فراكشر بلبس كان واحد ماشي في الشارع، خلي بالكم برضو مور كومن النيلز في الرجاله. ليه بقى؟ لان التروماتولوجي بصفه عامه مور كومن في الرجاله، لان الرجاله هم اللي في الشارع معظم الوقت، فهم اللي مور لايبل فور التروماتولوجي. وخلي بالكم ان الشباب اكثر عرضه للتروما عن العواجيز، لان الشباب هم اللي طايشين، هم اللي بيجروا بالعربيات بسرعه، وهم اللي بيعملوا غرز، وهم اللي بيمشين ماشيين في الشارع، ممكن تلاقي حد فيهم اتخبط بسهوله. عشان كده حتى الفراكشر بيلبس مور كومن النيلز. ازاي الفراكشر بيلبس ده بيحصل؟ بيبقى واحد ماشي في الشارع، وبعدين هو ماشي في الشارع كده سمع عربيه بتفرمل. فلما سمع العربيه بتفرمل الطبيعي انه يعمل ايه؟ يعني لو سمع العربيه بتفرمل مثلا جاي من على شمال، المفروض هو يعمل ايه؟ يروح يمين، يجري يمين، يجري يمين، يساعد المواطن اللي هو بيحاول يفرمل ده ومش لاحق يفرمل ومش لاحق وهيخبطه. لو هو جري العكس هيطول المسافة عليه، يوم التاني يعرف يفرمل، لكن افرض انه غبي ووصله قال له ايه في ايه؟ هيقوم يتاخد على كابوت العربية. خلي بالكم الأدلت لما يتاخد على كابوت العربية كابوت يطول البلد. غير الأطفال. الأطفال لو اتاخدت على كابوت العربية كابوت العربية يجيب الشيست. عشان كده لو طفل اتخبط بعربية نفكر في ثراسك انجن. إنما لو أدلت اتخبط بعربية نفكر في بيلفيك فراكشر. الفراكشر في البلفز ده ولاد يقولوا عليه باتر كلاي فراكشر او اوبن بوك فراكشر، وده مشهوره في الارض. ممكن تشوفوا دلوقتي الباتر فلاي فراكشر او الاوبن بوك فراكشر، تقدروا تشوفوه مرات على الشبكه على الشاشه اهو، الباتر فلاي فراكشر او الاوبن بوك فراكشر. طب لو حصل باتر فلاي فراكشر او اوبن بوك فراكشر ده ممكن يعور ايه؟ عاده يعور يا اليوريثرا يا اليورينال بلادر. طب ايه اللي بيتعور على وجه التحديد بنسبه عاليه؟ اليوريثرا اكتر من الرابل. طب لو اليورينال بلادر اتعورت في فراكشر بلبس، انهو جدار اللي بيتعور؟ الانتيرو ولو زي الرينال بلادر. نبص كده يا ولاد على الاناتومي. بصوا لو البلبس اتكسر الانتيرو ولو زي الرينال بلادر اللي هيتعور. شوف الانتيرو ولو ذراعه بدل لما يتعور اليورين هينزل فين؟ هينزل في حاجه اسمها ريتروبيوبيك سبيس، او يقولوا عليها كيف اوف ريتزيس. ريتروبيوبيك سبيس او ساعات يقولوا عليها كيف اوف ريتزيس. تعرف واحد كان ماشي في الشارع اتعرض لحادثه، اتاخد على كابوت العربيه، جاله فراكشر بلبس اللي هو باتر فلاي او اوبن بوك، زي ما انتم شايفين كده باتر فلاي او اوبن بوك. ام الانتير وول ذراع بلادر اللي اتعور زي ما انتم شايفين كده، ام اليورين طلع في الريترو يوبيك سبيس زي ما انتم شايفين كده. كويس، ده الباثولوجي. دلوقتي بقى الكلينيكال بيكتشر هتبقى ايه؟ هتبقى واحد ماشي في الشارع
وبعدين اتاخد على كابوت العربية، يعني هيبقى في هيستري في ترمو، وبعدين ابدومينال بين، وبعدين ياخدوه يودوه المستشفى، يقوم يفيتالوه، ممكن يبقى شوك. خلي بالنا هنا من حاجة، الشوك هنا ممكن تبقى نيوروجينيك شوك من بين، لكن ممكن تبقى هايبوفوليميك شوك. الفراكشر بيلبس والفراكشر فيما من الحاجات اللي ممكن تعمل هايبوفوليميك شوك. فالشوك هنا ممكن تبقى نيوروجينيك شوك او هايبوفوليميك شوك. طب ولما اجي افحص بطن لوكال اكزامينيشن هلاقي كيموزيس وبروزيس مكان الخبطه تحت، وهلاقي فراكشر بيلبس يعني العظمه لوز بتاعت سيمس بيوبس، وهلاقي جاردنج وريجيديتي لكن لوكالايز، ما فيش حاجه بقى جنرالايز، لان ما فيش مشكله في الجنرالايز بريتونيال كافيتي، المشكله كلها لوكالايز على البلبس في الريتروبيوبك سبيس، لكن ما فيش مشكله في الجنرالايز بريتونيال كافيتي. طب انت عارف لو سالت العيان تحب تتبول؟ هيقول لك لا. ولو طلبت منه يتبول هنا بقى ممكن ينزل حبه بول صغيرين بدم غير الانترابريتونيال، الانترابريتونيال ما ينزلش بول خالص لان طبعا الجنرالايز بريتونيال كافيتي كبير، لكن الريتروبيوبك سبيس صغير، فممكن ينزل حبه دم قليلين كده، لكن طبعا الديزاير تقريبا برضه لص، وكميات البول النازله الدم قليله قوي. طب فضل انا دلوقتي شفت واحد اتخبط بعربيه في الحوض بتاعه وبعدين مش عارف يتبول، وفي شويه بول صغيرين او شويه بول بدم صغيرين، وانا شاكك في رابشر في ان في فراكشر بيلبس ورابشر بدم، هعمل انفستيجيشن ايه؟ هعمل انفستيجيشن للفراكشر بيلبس اكس راي وسكان، وهعمل انفستيجيشن للرابشر بلاد اللي هو سي تي وسكونتست برضه تنفع للرابشر بلاد، او اسندنج سيستوجرافي ان انا ادخل قسطره في اليوريثرا تخش بسهوله قوي لغايه الرابشر بلاد، وبعدين احقن صبغه او ما الاقي الصبغه طالعه، خلي بالك بقى مش من الروف بتاع البلاد من انتيرو وورز البلاد، يعني الاقي الصبغه طالعه في الريتر بيوك سبيس، خلي بالك يا اولاد طلع جوه الحوض مش بره الحوض، اليوريثرا هي اللي بره الحوض، لكن هنا الصبغه هتبقى طالعه جوه الحوض في الريترو بيوبيك سبيس زي ما احنا هنشوف دلوقتي. شايفين طبعا الصبغه طالعه اهي في الريترو بيوبيك سبيس. طب لو العيان جالي عنده فراكشر بيلبس بالطريقه دي انا هعمل ايه؟ معين ترومو هعمله اي بي سي دي، وبعدين هيروحوا المستشفى يعملوا له بي سي دي تاني، ونخش في السكند سيرفي وافحصه من ساسه لراسه. اخلص ده عن ده الكلام بتاع التروماتولوجي بصفه عامه. ايه الكلام السبيسيفيك عندي؟ ان هشوف ميد لاين انسيشن، وبعدين هصلح الرهاب بدر واشيل البول من الريترو بيوبيك سبيس وخياط البلادر واحط درين في الريترو بيوبيك سبيس، واحط قسطره فولي في اليوريدر لمدى 5 ايام عشان اليوريدر ما تتنفخش فالغرز تفك، بعد 5 ايام ما يبقى اشيل القسطره، يعني زي الانترا بيرتونيال رابشر. بس ناخد بالنا من حاجه ان يعني في فراكشر بيلبس هنا، خلي بالكم ما بنعملوش انترنال فيكسيشن لان الفيلد دلوقتي كونتامينيتد باليورين، فلو انا عملت انترنال فيكسيشن ممكن العيان يجيله اوستيومايلايتس، فالعينين دول ممكن نعالجهم باكسترنال سكليتال فيكسيشن او اللي هو السي كلامب بتاع البلفس، لكن ما بنفضلش هنا قوي الانترنال فيكسيشن عشان ما نحطش فورم بودي في بوتنشالي انفكتد فيلد. كده يبقى احنا القينا الضوء على موضوع الرابشر بلادر. شكرا. قولوا عليها حتى بروستاتيك يورس، وجزء من اليورسرا بره الحوض اللي هو في المين مثلا اللي هو البنايل يورسرا مثلا بره الحوض، يعني في جزء من اليورسرا جوه الحوض وفي جزء من اليورسرا بره الحوض، لكن اليورسرا ملهاش دعوه بالبريتونيوم خالص، البريتونيوم ملوش دعوه باليورسرا خالص،
عشان كده رابشر بلادر انترا بروتينيال واكسترا بروتينيال. لكن الرابشر يوريسترا انترا بلفيك واكسترا بلفيك. يعني احنا هنتكلم دلوقتي على نوعين من الرابشر يوريسترا، انترا بلفيك رابشر يوريسترا واكسترا بلفيك رابشر يوريسترا. طبعا الانترا بلفيك رابشر يوريسترا ده اللي هو موضوع الفراكشر بلفيس، الانترا بلفيك رابشر يوريسترا ده اللي هو موضوع الفراكشر بلفيس، اللي هو واحد كان ماشي في الشارع وبعدين سمع صوت حادثه، صوت فرمله جامده، كان المفروض يمشي العكس من على ناحيه الصوت، لكن بص على العربيه فاتخد على الكبوت فجاله بتر فلاي فراكشر او اوبن بوك فراكشر، نفس الكلام زي رابشر بلادر بالظبط. بس اللي اتعور هنا يا اولاد مش البلادر، اللي اتعور هنا اليوريسرا، وده الاكثر شيوعا على فكره، يعني اكثر شيوعا اتعور اليوريسرا اكثر من البلادر في الفراكشر بلفيس ده. دي يقولوا عليها انترا بلفيك رابشر يوريسرا، يقولوا عليها انترا بلفيك رابشر يوريسرا. نفس الكلام البول هينزل في الريتروبيوبيك سبيس اللي هم بيقولوا عليه كيف اوف ريديوس، يعني البول بعد كده هينزل في الريتروبيوبيك سبيس اللي هم يقولوا عليه الكيف اوف ريديوس. مش بس كده البروستاتا كمان، خلي بالكم ان اللي مثبت البروستات في مكانها اليوريسترا وحاجه اسمها بيوبو بروستاتيك ليجامنت. فلما الخبطه بتكسر الحوض وتعور اليوريسترا بيتعور كمان البيوبو بروستاتيك ليجامنت، فده ممكن يخلي البروستاتا تعوم، يقولوا عليها حاجه اسمها فلوتنج يوريسترا، فلوتنج بروستات، يعني البروستات ما بقتش في مكانها بقت فلوتنج. بصوا كده يا اولاد على الحته دي، بصوا البروستاتا في الحوض متثبته بايه؟ متثبته باليوريسترا والبيوبو بروستاتيك ليجامنت. بصوا بقى يا اولاد لو حصل فراكشر بلفيس والسيجمنت بتاعت العظمه قطعت البيوبو بروستاتيك ليجامنت وقطعت اليوريسترا، شوف بقى البروستاتا بقت مطيره ازاي، وكمان الحوض هيبقى فيه ميه. فاهمين فكره ان البروستاتا طيرت من مكانها والحوض في ميه؟ فاهمين فكره فلوتنج بروستيت وكان حاجه عايمه على الميه؟ فاهمين لفظ فلوتنج بروستيت؟ كان اولاد يبقى الباثولوجي هنا فراكشر بلفيس، وان الفراكشر بلفيس ده عور حاجتين، عور البروستاتيك يوريسرا وعور البيوبو بروستاتيك ليجامنت. فحصل حاجتين، فلوتنج بروستيت واكوموليشن اوف يورين في الريتروبيوبيك سبيس او كيف اوف ريدنس. خلي بالنا من هنا بقى ان العيان هيبقى عنده هيستوري اوف تروما في اللور ابدومن، وعنده جاردنج وريجيديتي في اللور ابدومن لكن الجرانس بريتونيال كافيتي لا. خلي بالكم بقى هنا في الاكزامينشن بتاع العيان ان العيان كانوت فويد يورين زي رابشر بلادر، ولكن يور بلادر مليان والبروستاتا معومه. اهو بالنا بقى من الترايات بعد التروما اللي يور بلادر فيها بول، البروستاتا معومه هي كانوت فويد يورين. تاني بعد التروما دي اللي يور بلادر مليانه بول والبروستاتا معومه and he cannot void urine، ممكن ينزل بليدنج من اليوريسترا كده. طب فده انا عايز اتاكد ان فعلا ان في انترا بلفيك رابشر يوريسترا. هعمل انفستيجيشن خاص بالفراكشر بلفيس اللي هو اكس راي وسي تي وس كونتراست. طب انفستيجيشن للرابشر يوريسترا، اوعاك تدخل القسطره تعدي في اليوريسترا لانك ممكن تحول البارشال تير لكومبليت تير، ولكن بندخل القسطره على طرف اليوريسترا زي ما انتم شايفين كده، يا دوب في طرف البينز بس كده، ونحقن الصبغه ونصور حاجه يقولوا عليها بقى ميستستوجرافي يوريسوروجرافي يوريسوروجرافي، لان اليوريسوروجرافي ده بيبين يوريسرا يوريسرو يوريسرا جرافي يرسم اليوريسرا. شايفين يا اولاد اليورين اكسترافازيتنج ازاي في الريتروبيوبيك سبيس؟
طبعا مش هكمل بقى بالقسطره، لان احنا بريكوشن في رابشر بيرسرا كده معروفه ان احنا ما بنعديش القسطره، نحط القسطره على طرف البينس بس ونصبغ ونصبغ. امال الانترا بالفي الاكسترا بالفي كرابشر يورسرا ده كان مين؟ ده اللي هو واحد مثلا قاعد في البلكونه بيشرب كوبايه شاي وسندوتش كفته، بعدين لقى البلكونه بتتهد، خاف افتكر البيت بيقع، راح ناطط من البلكونه فنزل لقى المسافه كبيره فربع ومنزل. للاسف حظه ان كان في طوبه في الارض فلبس في الطوبه دي، يقولوا عليها فولينج استرايب اللي هو بالعربي سقط على الخازوق اللي هي فولينج استرايب. طبعا كل ان اليرسرا تتعور بره البلفس كده زي مثلا بنايد يرسرا تعور بره البلفس، البول هينزل هنا بقى مش جوه الحوض، احنا هنا بره الحوض خالص، هنا البول هينزل تحت السكاربس فاشيا وكوليس فاشيا، يتحوش في منطقه. طبعا لو حد يعرف اناتومي سكاربس وكوليس فاشيا دي لها منطقه الهوت شورت، اللي هو يعني بيبدا ميد واي بين الامبلايكس وبين السيمس بيوس، وينتهي جاست بيلو الانجوانا ليجامنت اللي هو الاتاتشمنت بتاع سكاربس فاشيا للفاشيا لات اوف ذا ساي جاست بيلو الانجوانا ليجامنت. عايزين نشوف كده ايه نقطه البدايه ونقطه النهايه بتاع سكاربس فاشيا اللي هو البول هيتجمع تحتها. شايفين بدايتها ميد واي بين الامبلايكس والسيمس بيوس، شايفين نهايتها جاست بيلو الانجوانا ليجامنت، شايفين كده مكانها على الجسم شبه الهوت شورت. البول هيتجمع بقى في منطقه الهوت شورت ده، وكان الموضوع اللي انا بتكلم عنه عباره عن كلمتين، سقط على الخازوق وبول في الهوت شورت. طب هو العيان ده عنده ترياد مشهور قوي، برينيال بين inability to pass urine dribbling of blood من اليونس، برينيال بين inability to pass urine retention ودريبلينج اوف بلاد من اليورس. طبعا البول بيتجمع في منطقه الهوت شورت، وكل ما هيحزق المنطقه دي هتتنفخ اكتر بالبول، عشان كده اول انستراكشن تقولها له ما تحاولش تحزق، لانه لو حاول يحزق عشان يبول البول هيتجمع اكتر في الهوت شورت. طب لو عايز اعمل انفستيجيشن عشان اتاكد ان اليورس متعوره فعلا زي ما احنا متفقين ما بندخلش قسطره في البيبس، بنحط القسطره جاست على طرف البيبس وبعدين نصبغه ونعمل يرسروجراف. هتلاحظوا هنا بقى يا اولاد الصبغه طالعه بره الحوض مش جوه الحوض، بره الحوض. بص اليرسروجراف الصبغه طالعه بره الحوض ازاي، بيقولوا عليها اكسترا بيلفيك رابشر يرسرا. عايزكم بقى تاخدوا بالكم دي في اليرسروجرافي بين الاكسترا بيلفيك رابشر يورسترا والانترا بيلفيك رابشر يورسترا، المقارنه بينهم واضحه. واخدين بالكم هنا ان الصبغه بره الحوض، واخدين بالكم هنا ان الصبغه جوه الحوض. هاوفر تريتمنت زي بعضه. هل دعمته مع بيت مطاز بيشافه؟ في المستشفى هيروح يعمل له الاي بي سي دي تاني يحل عليه براينر سيرفي، وبعدين تعمل له سكند سيرفي ويدفع سنين. المهم في الاخر بقى ازاي بنعالج الرابشر يورسرا؟ في ترند عند دكاتره ان سيب الرابشر يورسرا يهيل ويعمل ستركتشر وفايبروسس، ان احنا عن طريق سيستوسكوب يورسروسكوب عن طريق يورسروسكوب نحاول نعدي فول ستركتشر ونسيب اليورسرا تهيل بفايبروسس، ونحول مجرى البول. يعني اول حاجه نعمل سوبرا بيوكس ستوستوم تحويل مجرى البول، ان يجيب البول من فوق من فوق، نعمل حاجه اسمها سوبرا بيوكس ستوستوم لو تحويل مجرى البول يجيب البول من فوق. بصوا المنظر بتاع سوبرا بيوكس ستوستوم كده، مفيش بول هينزل من اليرسر. وبعدين بيرسروسكوب نحاول ندخل قسطره
ونسيبها لرسرة طويلة. هتعمل استريتشر؟ اه من عارف انها تعمل استريتشر. بعد ما تعمل استريتشر بعد كده نبقى نعمل لها يورسرال دايلاتيشن. في مجموعه ثانيه من الدكاتره يقول لك لا اكسبلود وقص الحته التروماتايزد وخيط اليورسرا. ولو تجيبوا بروستاتيك ليجامنت مثلا مقطوع خيطه. يعني في ناس بتحب تفتح وتعمل ريكونستراكشن. وفي مجموعه ثانيه من الدكاتره تقول لك لا حكيت بالفايبروس وتعمل استريتشر. فانت تحاول تعدي قسطره بيرسروسكوب وتنسي. هي في الاخر هتعمل استرتشر يرسرا تبقى نعمل لها يرسرا دايلاتيشن. هو ده ايه موضوعنا عن الرابشر يرسرا.